السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو القصير الذي إن شاء الله تعالى سأتحدث فيه عن موضوع أراه مهما جدا، بل من أهم المواضيع يعني التي تشغل بال الكثير من المثقفين ومن الباحثين في علم الاجتماع ومن الذين يتطلعون إلى التغيير. هذا الموضوع هو موضوع نقد التراث الديني، يعني ما الدور الذي يمكن أن يلعبه علم الاجتماع والعلوم الإنسانية في نقد التراث الديني؟ طبعا سؤال التراث والموروث الديني دائما يتكرر. هناك مجموعة من المفكرين الذين حاولوا تقديم قراءة معينة، منهم من قدم قراءة حداثية مثلا للتراث، منهم من قدم قراءة لادينية أو قراءة علمانية وغيرها، أو قراءة إسلامية لنقد التراث الديني. لا شك أن مجموعة من المسلمين الذين يريدون أن ينهضوا، عندما فكروا في النهضة وفي التقدم رأوا بأنه من بين الإشكاليات التي تعيقنا على التقدم هو وجود تراث يكبلنا ويقيدنا ولا يجعلنا نجتهد وبطبيعة الحال نتماشى مع العصر. يعني هذه المسألة جعلت مجموعة من المفكرين ومن الباحثين وحتى من علماء الاجتماع وغيرهم يهتمون بمسألة نقد التراث الديني. إذن هل فعلا هذه المسألة، مسألة نقد التراث الديني، هي مسألة مشروعة؟ هل هي مشروعة؟ طبعا مسألة النقد دائما هي جيدة، يعني أن نقوم بنقد التراث الديني أو نقد الفلسفة أو التراث الفلسفي، أو أن نقوم بنقد علم الاجتماع، أو أن نقوم بنقد السوسيولوجيا العربية، أو أن نقوم بنقد قواعد المنهج لإيميل دوركايم، أو أن نقوم بنقد أي شيء. فعلم الاجتماع دوره هو النقد، تقديم النقد. لكن بطبيعة الحال هذا الموضوع، موضوع نقد التراث الديني، موضوع حساس. لماذا حساس؟ لأن هذا الموضوع تتجاذبه أطراف عديدة. هناك يعني طرف يريد أن يجتهد من أجل أن يقدم قراءة معينة ومعقولة وموضوعية في التراث الديني، والبعض لا ليس هدفه هو تقديم القراءة العلمية والجادة والموضوعية، وإنما يريد أن ينسف الدين من خلال الحديث عن نقد التراث الديني. طيب، قبل أن أتحدث عن مشروعية هذا النقاش، السؤال الذي سأطرحه عليكم، ويمكنكم أن تطرحوا نفس السؤال وتحاولوا أن تتأملوا: هل مشكلتنا اليوم في العالم العربي والإسلامي، هل مشكلتنا هو أننا لدينا تراث يعيقنا على التقدم العلمي؟ هذا سؤال، فكروا قليلا وتأملوا. هل فعلا المشكلة الرئيسية التي نعاني منها هو وجود تراث ديني يثقل كاهلنا، أم إن المشكلة ترتبط بأمور أخرى؟ طيب، سوف أجيبكم. بعض الدول في العالم لها معتقدات خرافية ولها أديان وضعية، ومع ذلك تقدمت من الناحية العلمية وتطورت. يعني بعض الدول رغم كونها بطبيعة الحال دول لها يعني معتقدات وطقوس وربما خرافات وضعية إلى آخره، فهي تقدمت وتطورت علميا وتكنولوجيا، واستطاعت أن تحقق لشعوبها الرفاهية. إذن هنا سنطرح سؤالا مهما: أين هو الخلل؟ أين هو المشكل بالضبط؟ وهل هذا هو المشكل؟ مشكل التراث الديني هو الذي ينبغي أن يركز عليه علماء الاجتماع، أم إن هناك خللا ما في جهة ما، خلل آخر؟ طيب، أنا في نظري أن المشكل الذي يعيقنا على تحقيق النهضة ليس هو التراث الديني في حد ذاته، رغم ما فيه من إشكاليات ورغم ما يجب أن نقوم به لتنقيته وتنقيحه. المشكل الذي يواجهنا والذي يجب على علماء الاجتماع أن يناقشوه وأن يبحثوا فيه هو مشكلة الاستبداد. نحن لا نعاني من تراث ديني أو لا ديني أو علماني أو غيرها أو غيرها، ليست هذه مشكلتنا. مشكلتنا هو الاستبداد. حكمتنا أنظمة تدعي أنها إسلامية فاستبدت بنا وظلمتنا، والنموذج هو النموذج السعودي والنموذج الإيراني.
حكمتنا أنظمة علمانية في تونس وفي دول أخرى فاستبدت بنا وظلمتنا، حكمتنا أنظمة لا دينية فاستبدت بنا وظلمتنا. إذن المشكلة في العالم العربي والإسلامي ليست هي مشكلة الدين، وليست هي مشكلة التراث الديني، وليست هي مشكلة الأفكار الإيديولوجية دينية أو لا دينية. المشكلة العميقة التي نعاني منها هي الاستبداد. الاستبداد، لأنه الاستبداد هو الذي يعيقنا على تحقيق النهضة. ولذلك أقول بأن علماء الاجتماع في العالم العربي يجب أن تكون لديهم الجرأة الكافية لدراسة الاستبداد، ولمحاولة يعني الدفع في مسألة مواجهة الاستبداد من خلال التأليف ومن خلال الكتابة، ومحاربة الفكر الاستبدادي والدعوة إلى التخلص من الاستبداد بكل أشكاله طبعا، سواء كان هذا الاستبداد في مجال الديني أو في المجال السياسي أو في المجال الحقوقي أو في أي مجال كان، أو في مجال التربية وغيرها وغيرها وغيرها. أظن شخصيا أن الإشكال في العالم العربي لا يرتبط فقط بدراسة التراث أو تنقيحه وكذا، مع ما في ذلك من أهمية طبعا، وأنا لا يعني يعني بطبيعة الحال لا أخفي أهمية دراسة التراث إلى آخره. الآن سوف أرجع إلى مسألة أخرى مهمة في هذا النقاش. هل دراسة التراث يقوم بها كل من هب ودب؟ هل كل من هب ودب يستطيع أن يقوم بقراءة في التراث وبتقديم قراءة نقدية ودراسته، وبالتالي تقديم إجابات وحلول وغيرها؟ البعض يدعي بأن العلوم الشرعية في مثلا بالنسبة للمسلمين هي علوم بشرية، وقواعد الأصول الفقهي وأصول التفسير وغيرها وغيرها هي قواعد يعني أبدعها الإنسان، والإنسان هو الذي فكر فوضع تلك القواعد. البعض يدعي هذا الادعاء. طبعا إذا سلمنا له بهذا الادعاء وقلنا بأن العلماء في السابق، علماؤنا السابقون اجتهدوا ونظموا الفقه ونظموا الأصول، أصول الفقه ونظموا أصول التفسير وغيرها وغيرها وغيرها، اجتهدوا، فهل يحق لنا أن نقوم بنقدهم دون أن نتعمق في هذه العلوم ودون أن نعرفها معرفة جيدة؟ هل يحق لإنسان مثلا أن يقوم بانتقاد إيميل دوركيم وبانتقاد كتبه وبالإتيان بنظرية جديدة دون أن يدرس كتب إيميل دوركيم ودون أن يعرف إيميل دوركيم ودون أن يعرف السوسيولوجيا؟ فهل بإمكاننا أن نمارس الإبستيمولوجيا والفلسفة المعرفة دون أن نعرف؟ هل بإمكاننا أن نمارس فلسفة المعرفة ونتفلسف حول المعرفة الدينية ونتفلسف حول التراث الديني ونمارس الإبستيمولوجيا على التراث الديني دون أن نقرأ هذا التراث ودون أن نتمكن منه؟ لا طبعا، لا يمكننا أن نمارس الفلسفة على التراث الديني ونتفلسف ونحاول أن نرفض هذا الشيء ونقبل هذا الشيء فقط لأنه يتناسب مع هوانا، ولأنه أنا رأيت كذا والآخر رأى كذا. هذا عبث في عبث. إذا كنت أنت أخي الكريم ترى في نفسك أهلا لنقد التراث، فعليك أولا أن تضبط المادة المعرفية التراثية، أن ترجع فتقرأ بعمق لكتب الحديث وعلم الحديث، وترجع وتقرأ لكتب الفقه وعلم أصول الفقه، وتقرأ لكتب التفسير وأصول التفسير وغيرها وغيرها وغيرها. عندما تتمكن من المادة المعرفية الشرعية أنذاك يحق لك أن تمارس الإبستيمولوجيا على هذه العلوم الشرعية. أما وأنت لا تضبط هذه المسائل، أما وأنت فقط قرأت علم الاجتماع وقرأت بعض العلوم الإنسانية وقرأت الفلسفة فقط، أما وأنت في هذه الحالة لا تضبط العلوم ولا تضبط المعرفة الشرعية، فلا يحق لك أن تمارس الإبستيمولوجيا وأن تنتقد التراث. إذا أحبابي الكرام، أنا لست مع النقد، بل أنا دائما مع النقد وأحب النقد ويعني أعشق الفلسفة والإبستيمولوجيا، لكن الإبستيمولوجيا لا تمارس عن جهل. من يريد أن يمارس الإبستيمولوجيا في السوسيولوجيا يجب عليه أن يضبط المعرفة السوسيولوجية، ومن يريد أن يمارس الإبستيمولوجيا على التراث الديني والإسلامي يجب عليه أن يعرف وأن يضبط المعرفة الشرعية وغيرها. ثم إنني قلت قبل هذا الكلام، قلت بأن
الرهان ليس هو نقد التراث، ليس هذا هو الرهان. لماذا؟ لأنه المشكل مشكل التغيير ليس ها هنا، مشكل التغيير أننا نواجه الاستبداد. حتى وإن قمنا بتغيير وتنقيح التراث، حتى وإن تبنينا أفكارا اشتراكية، حتى وإن تبنينا أفكارا ديمقراطية، حتى وإن تبنينا أفكارا ليبرالية، حتى وإن تبنينا أفكارا دينية وغيرها وغيرها وغيرها، فما دام الاستبداد هو الذي يحكمنا فإننا لن تقوم لنا قائمة ولن نستطيع أن نغير بعلم الاجتماع أو بغير علم الاجتماع. لذلك أرى بأن المواجهة التي ينبغي أن يقوم بها علماء الاجتماع هو أن يواجهوا الاستبداد، وأن يكتبوا بطريقة نقدية لنقد أنظمة الاستبداد وتفكيك بنيتها، ونشر الوعي لدى فئات من الشعب من الشعوب لكي تعي البنية التي يشتغل بها الأنظمة وكيف تفكر هذه الأنظمة سياسيا. إذن أرى بأن علم الاجتماع السياسي هو الأهم في هذه الحلقة. نحن بحاجة إلى علم الاجتماع السياسي قبل أن نتحدث عن علم الاجتماع الديني وغيره من ميادين علم الاجتماع، لأن علم الاجتماع السياسي هو الذي سيمكننا من فهم خيوط اللعبة، وهو الذي سيرشدنا إلى الطريقة الصحيحة لنتغلب على الإشكالات التي نعيش بها. وبالتالي يمكننا عندما نتغلب على الاستبداد، وعندما يعني نستطيع أن 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 نكون تكون لدينا إرادة حرة ومستقلة، ويكون لدينا فكر وإلى آخره، آنذاك نستطيع أن نطبق ما نشاء، سواء طبقنا الفلسفة المادية أو طبقنا الاشتراكية أو طبقنا الديمقراطية أو طبقنا ما شئنا، آنذاك نستطيع أن نستفيد من الأفكار كلها. إذن أحبابي الكرام، هذا النقاش يعني فقط يعني لكي أنبه إلى مسألة قضية أن البعض يقول لك التراث والتراث، الكل يدندن ويشنشن، الكل يقول لك أنا أدرس التراث، أنا أنتقد التراث، أنا كذا، أصول الفقه فيها قاعدة كذا. وكما يعني بصراحة مثلا عصيد أحمد يقول لك التراث يجب أن ننقحه كذا، هذا كلام عام، يجب أن ننقح التراث، لكن كيف يجب؟ ولكن كيف؟ هل لديك كتب دراسات علمية مبنية على أسس علمية، ويعني تعمقت في الدراسة الشرعية وقمت باجتهاد يعني من داخل ذلك العلم، واستخرجت أمور وقمت بالنقد، وبالتالي جلبت أفكار جديدة نستفيد منها انطلاقا من الأصول من القرآن والسنة النبوية وغيرها؟ هل قمت بهذا العمل يا أحمد عصيد وغيره؟ لا، لم تقم بهذا العمل، أنت فقط تتكلم في فضاء العام، أنت فقط تشكك، والتشكيك سهل، الكل يشكك، التشكيك سهل، أسهل ما في الأمر هو التشكيك، هو وسيلة العاجزين والضعفاء، يشكك فقط. لكن تقول له اعطني دراسة علمية، اكتب لي كتابا فيه نقد لأصول الفقه أو فيه نقد لأصول التفسير وغيرها وغيرها، لن يستطيع أن يأتي بهذا الكتاب، هو فقط يريد أن يتحدث لكي يتحدث. إذن أحبابي الكرام، هذا فقط رسالة، يعني لأنني رأيت البعض يتحدث عن نقد التراث وكذا، ولست ضد الأفكار، ولست ضد الفكر، ولست ضد النقاش، وإنما أحاول أن أدلي بدلوي في هذه المسائل، وأن أقدم قراءة نقدية لهذه المسائل. وبالتالي يعني هذه فقط كانت قراءة نقدية حول هذه المسائل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا أردتم أن تفهموا فكرتي فما عليكم سوى الرجوع إلى يعني ما قلته منذ بداية هذا اللايف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.